ونبو ليبيا كلها تقعد يد واحدة وسلام في سلام في كل ربوع ليبيا، ما عاش نبو أي تفرقة، ليبيا واحدة. على السلام، تحية للسلام، أحلى جمل للصباح، بلا كبدة بلا تريف. لا في جهود كان سيئة جدا يعني، وأودعونا هذا خلينا نقول الاحتجاج. وطبعا هو كان حامل معه، احنا ماجرين للسيارة باش نقولوا له جمل بتاعه، نحروا الجمل وبعدين بضغوط كبيرة مورست يعني صدعونا وتأسفوا، والرجل أبقى عليه ما هو شاطئ. ولعل الأسى والأسف الذي انتاب شرفاء الزاوية هو ذاته الذي انتابنا، ونناشد في هذه الأثناء شرفاء وعقلاء ومشايخ الزاوية بالتدخل السريع لفك أسر ابننا عبد العالي داعية السلام وضمان سلامته، ونؤكد أخيرا بأنه لا حياة بلا سلام، والسلام هو الحياة. يا حبوني معاد اهو القعود شر يا شر جيبهم يا جبال حبوني جبال حبوني يا